مشاهدينا باسمكم نرحب بالدكتورة أمل زكريا الأنصاري، عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا وعضو مجلس إدارة جمعية الطب البديل، اللي راح تكلمنا عن كيفية التعامل مع حرارة الصيف. صباح الورد واهلا وسهلا فيك، منورتنا بصباح الخير. صباح الخير ورود، شلونك؟ والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يحييك ان شاء الله. دكتورة أمل، يعني مع هالاجواء الحارة وتدري يعني الصيف والحرارة شديدة خصوصا بالنهار، يمكن بالليل شوي اهون بس نهارا، فشنو الطريقة اللي يخفف يعني فيها الانسان ضرر الحرارة من ناحية الغذاء؟ طبعا طبعا هالايام قاعد نتعرض حق موجة شديدة من الحر، وطبعا في طرق يعني الانسان يجب انه يتعامل فيها مع حرارة فصل الصيف. بس بالبداية احذر يعني من شيئين، اللي هو بداية ان الواحد يتشمس هالايام، يقول ليش انا علشان احصل على فيتامين دي ان انا لازم اطلع اتشمس بهذا الجو النار. وبالاضافة الى ان انا انصح ان اذا الواحد يبي يطلع علشان يبي يعني يتشمس قبل الساعة 10 صباحا وبعد الساعة 4 عصرا، ومدة نص ساعة فقط، هذه كفاية. وراح نقول إذا راح نتكلم إذا ممكن الإنسان حتى لو كان متعرض قبل الساعة 10 بعد الساعة 4 أو حتى لو الساعة 12 إذا بيحصل على فيتامين دي، راح نشوف إنه في شروط علشان تحصل على فيتامين دي، هناك في شروط لازم نتكلم عنها. بس بالبداية نقول إنه لازم هالأيام هذه الإنسان يحاول قد ما يقدر إنه يتجنب حرارة الشمس باستعمال الواقي. الواقي مال الشمس ممكن، لأن الحرارة الشديدة وطلعتها يعني بالشمس الحارة ممكن إنها تؤدي إلى أضرار، ممكن حروق في الجلد، ممكن تورم، أو ضربة ممكن شمس أو يعني نعم، أو التهاب حتى في ملتحمة العين. يعني في الملتحمة، فالنظارة الشمسية وايد مهمة أيضا. فهذه بعض الوقايات، أو اللي يلبس اللبس الفاتح يعني الحين الناس اللي يلبسون اللبس شوية الغامق شوية يشعرون بحرارة أكثر. طبعا احنا بالنسبة حق الناس اللي احنا تدرين انت يمكن في تقارير وايدة ان اكثر شيء بالكويت نعاني من نقص الفيتامين دي، فبس نحب نأكد على المعلومة اللي ذكرتيها، ان اللي حاب ياخذ الفيتامين دي من الشمس يكون قبل الساعة 10 صباحا او بعد 4 عصرا، وما يطول الوقت اكثر من نص. نبتدي فيها قبل أن نتكلم عن الميلانين المسؤول عن صبغة الجلد. فيتامين دي وايد ناس، لو لاحظتي ان كثير ناس حتى العمال الشوارع اللي قاعدين ينظفون ويقعدون في الشمس مدة طويلة، تصوري يمكن اكثر ناس يعانون من نقص فيتامين دي. السبب شلون؟ نعم أنا أقول لك السبب. السبب، وقبل لا أكمل وطرينا على العمال، نبي نقول عمال الشوارع، نبي نقول رجاء إذا الواحد يعني هالأيام رجاء من تقعدون الصبح رجاء فتشوا الدريشة أو بالحوش بالدريشة بالبلكونة، حطوا لكم شوية ماء حق العصافير حق الطيور، وحطوا لكم شوية عيش اي شيء عشان الطيور. بالاضافه وانتم طالعين اخذوا شويه شيس في ماي بارد وزعوا على العمال الشوارع اللي موجودين. هذا في البدايه. اقول لكم اكثر الناس اللي ينظفون الشوارع وكذا هم اللي يعانون من نقص فيتامين دي، وناس شلون؟ وايد شلون؟ السبب ان كل الناس اللي حسبالهم انهم لما يتعرضون حق اشعه الشمس قاعد ياخذون فيتامين دي، وعندهم نقص في اهم المواد اللي تمثل فيتامين دي في الجلد، ما هي موجودة في جسمهم. لا يمكن واحد يقدر ياخذ من الشمس فيتامين دي وهو عنده نقص في مادة الكاروتين اللي تتحول إلى فيتامين A في جسم الإنسان. زين شنو المصادر الكاروتين؟ الكاروتين اللي هو عندنا الجزر، عندنا المشمش، عندنا البطاط، الشمندر، ممكن يعني يفتحون اليوتيوب على الأغذية الغنية فيتامين A. في ناس المشكلة في ناس عندهم الغدة الدرقية اللي ما تحول الكاروتين إلى فيتامين A الخاملة يعني. فهني نعم في ناس ما تحول الخاملة اللي ما تحول، عندهم مشاكل في الغدة الدرقية ما يتحول الكاروتين إلى فيتامين A وبالتالي يستفيد من الجلد عشان تصنيع فيتامين A، فبالتالي فيتامين D عفوا، فبالتالي يلجؤون الى الطبيب. ممكن اذا طلع عندهم النقص يلجؤون الى المكملات الغذائيه. فيتامين سي واي
واهمها اهم الثلاث اشياء فيتامين اي الكالسيوم المغنيسيوم. وايد ناس يقولون ليش احنا قاعد نطلع بالشمس ونتعرض بس ما قاعد يتكون عندنا فيتامين دي؟ لان انتم عندكم ممكن تاخذون ادويه قاعد تتنقص العناصر الغذائيه فيتامين سي فيتامين اي، وهذول من اهم المواد الكالسيوم والمغنيسيوم. فيتامين اي احرصوا عليهم علشان تقدرون اذا تعرضتوا حق اشعه الشمس قبل الساعه 10 بعد الساعه 4 تاخذون تصنعون يشتغل هذا المصنع اللي الله سبحانه وتعالى اخلقه بشكل طبيعي يمتص اشعه الشمس وبالتالي يتعامل معاها وبالتالي يصنع فيتامين دي يستفيد. يعني خلاصه من جسم الكلام ان الواحد يحتاج المصدرين الغذائي وايضا الشمس، اما ما يصير نستغنى عن اي ايا كان، يعني لازم اثنينهم مع بعض. نعم نعم، الشمس لا يمكن تصنع، وانا اقولها ويمكن ناس وايد الحين تقول لا، انا مصره بعد ابحاث وتجارب كثيره وابحاث علميه ودراسات، لا يمكن تصنيع فيتامين دي من الشمس الا اذا كان الجسم يعني فيه كميه كافيه من الكالسيوم المغنيسيوم فيتامين اي. نعم، هذول اهم المواد. طيب السؤال الثاني، شلون الانسان يعني احنا يمكن من بدايه المقدمه ان الحراره ويعني الشمس وتدرين الصيف وفي ناس يعني عندهم مشاوير وفي ناس يشتغلون برا، ما نبي نتكلم من ناحيه علميه لا وايد، بس نبي نعرف الغذاء اللي يبرد الجسم هذا صح يعني لمقاومه هذه الحراره وشده الحراره. طبعا انا انصح قبل ما الانسان يطلع من البيت او حتى المراه العامله او اي انسان يبي يطلع من البيت الصبح يا ليت ياخذ مثل هذا الحين عندنا هذا من ابدع يعني الاغذيه اللي ممكن تساعد على تصنيع فيتامين دي اللي هو وتبرد على الجسم، اللي هو هذا طبعا حليب اللوز، عندنا حليب اللوز او حليب جوز الهند او حتى الحليب العادي او حتى الحليب العادي اللي ما عندهم مشاكل. هذا محطوط فيه اليزر اللي هي مادة الكاروتين بالإضافة إلى القرع أيضا اللي مليان وغني مادة الكاروتين. جميل. البطاطا الحلوة اللي كنا نسميها احنا الفندال. نعم. هذه مليانة وغنية فيتامين اي سويت بوتيتو. نعم سويت بوتيتو تحطونها مع الحليب تقطعون من هذا ومن هذا ومن هذا والجزر وتحطونها مع الحليب مع قفشة عسل بالخلاطة وبالتالي يطلع لكم طعمه رائع اللي هو حليب اللوز طبعا موجود. اللوز نعم. الحليب العادي نوعية الحليب اللي انتم نعم. تحبونه. بالتالي عندنا بعد الغذاء اللي فيه 90% ماي، يحتوي على 90% ماي ومرطب اللي هو الرقي البطيخ الاحمر. نعم. يسمونه بطيخ احمر رقي ووتر ميلون. اي نعم لا اكثر من اسم. نعم. وش يسمونه بالسعوديه المهم لا اكثر من اسم. وبالتالي يعطيكم الجح يعطيكم كميه هائله من الماي اللي برد عليكم بالاضافه الى ماده الكاروتين اللي داخله والعناصر الغذائيه. عندنا هني الاناناس، عندنا الاناناس اللي مخلوط مع الخيار، الخيار فيه 95% ماي، يحتوي على 95% ماي وبالتالي يساعد على الترطيب، مو بس الترطيب والتبريد، يبرد الجسم، يخلي الجسم في حالة ما شاء الله يعني حلوة. اللي هو الأناناس؟ الأناناس، نعم. إي نعم، الأناناس مع هذا، عندنا الليمون مع التفاح أيضاً. حلو. إي نعم، مع النعناع، هذا أيضاً يساعد على تبريد الجسم. نعم. أنا أنصح أقول حق يعني المرأة العاملة أو الرجل اللي يعمل، دائماً خلي عندك يعني مثل يعني من أكثر الأغذية اللي تساعد على تبريد الجسم حتى اللي معاهم حرارة، حرارة يعني في توصل حرارتهم 40، نعم. يعطونهم الشايات هذه علشان تنزل الحراره في الجسم. ناخذ وانت طالعه قبل لا تطلعي من اول ما تجين الدوام الصبح او انت ربه البيت بتطلعين الظهر مثلا عندك مشاوير، هذا ماي عادي حطينا فيه مثلا اكليل الجبل، ومو شرط تحطين فيه اكليل الجبل، ابي المخرج يحط عليه هذا ماي صافي، حطينا فيه داخل اكليل الجبل، ومو شرط تحطون اكليل الجبل، اخذوا بس فلتر واحد الصبح وانت طالعه من البيت وهو بارد. شنو هذا الشاي؟ هذا مليسه. مليسه عشبه المليسه اي معروفه اللي معاه سخونه دائما يعطونها عشان تنزل حراره. وفي منها اوراق حتى مو شرط شاي، وفي منها اوراق انا عشان تسكينها وتاخذينها معاك الدوام، مشهوره في لبنان هي المليسه في كل مكان. وفي عندنا النعناع اللي برد على الجسم نحطه، والماي بارد عادي على ما يصير الظهر الا مستخلص
كل العناصر الفوائد. اللي فيه إيه؟ وهذا اكليل الجبل، اللي ما عنده اكليل الجبل الفريش ايضا هذا اكليل الجبل. اذا المليسة النعناع اكليل الجبل، نعم، وراح نحطهم ونسكرهم وتخلينهم من الصبح الى فتره الظهر قبل لا تطلعين من الدوام، نعم. راح يكون هذا لونه غامج مستخلص كل العناصر اللي فيه. شربي وانت قبل لا تطلعين من الدوام وكملي بالطريق راح تحسين ان جسمك اخذ بروده ومو حاسه بالحراره على تجربة، يعني نعم. أقول هالكلام بتجربة، نعم. ترجعتي من البيت معاك حرارة، حسيتي مهدود حيلك، خلاص تعبانة منتي قادرة، يعني حتى توقفين على ريلش في البيت، هناك في شراب منقذ ومجرب، نعم. اللي هو طبعا كلنا نعرف السلري، السلري اللي ينزل الضغط، صحيح. اللي يعطي برودة للجسم، نعم. اللي يعطي تهدئة، ممتازي. رح ناخذ اثنين أو ثلاثة مع مادة التراليس اللي موجودة في الخس، تاخذين نص الشدة هذه تحطينها في العصارة مالت التفاح أو الجزر، نعم. وتطلعين الماي مع الكرفس، وبالتالي تشربين ماي عجيب راح يرجع لك كل النشاط والحيوية. عندنا طبعا اللي كلنا نعرفه اللي هو الروب، نعم. الروب مع الخيار مع النعناع اللي يساعد على التبريد، صحيح. نعم، ممكن على القدم، ممكن الصبح قبل لا تطلعين، ممكن تخلطينه مع اي مواد ثانيه، نعم. وهني في بعد عندك انواع الخضروات، النعناع، نعناع وريحان، الريحان بقدونس. الريحان فظيع في اللي هو تبريد الجسم، النعناع مهم جدا في تبريد الجسم، خلطوه مع اي عصير، نعم. الحين مثل هذا عندك عصير الرقي مخلوط وياه ريحان، حلو، علشان مو بس يعني يعطينا مادة الكاروتين عشان نستفيد من الماي اللي داخل من الكاروتين، ونستفيد من كم النعناع اللي يعطينا، نعم. التبريد للجسم. طبعا ما ننسى الماي وايد مهم صحيح. يعني تقريبا مثل بالصيف على الأقل 10 إقلاصات في اليوم يوميا، وحاولي ان انت يعني تحسبينهم عشان ما يصير، نعم. وياك نقص، بالإضافة الى العسل وايد طبيعي، العسل الطبيعي، نعم. تخلطينه مع انواع العصائر، العصائر، نعم. ما تكلمنا عن مادة الميلانين وهي وايد مهمة، نعم. بالنسبة اللي احنا نقدر نتحكم فيها شلون ننزلها، عندنا نص دقيقة نعرف وين نلقى الميلانين، وين الميلانين موجود تحت في طبقة الجلد، طبقة الأدمة، نعم. طبعا تصنعها الخلايا الطلائية موجودة داخل هذا، طبعا ما ادري اذا الوقت يكفي نتكلم عنها، طبعا تتكون من مادة التيروسين، فاحنا نقدر نتحكم في ان احنا نرفعها او ننزلها لانها هي واقيه، نعم. لو الحين طلعت انا الحين برا وصار تعرضت لاشعه الشمس بسرعه تتكون ماده الميلانين، الخلايا الطلائيه تكون لي اياها تحميني من اشعه الشمس، نعم. وادري الوقت خلص الوقت. واشكر المشاهدين حسن الاستماع، واشكر المخرج جابر اللي اعطانا هالوقت الطيب، نعم. ان احنا، نعم. نتكلم شويه، نعم، اكيد طرحنا الموضوع. طبعا نشكرك الدكتوره امل الانصاري، ونشكر مخرجينا جابر الحربي بولند. يعطيكم العافيه مشاهدينا على حسن المتابعه، شكرا لكم، نلقاكم غدا في حلقه جديده من صباح الخير يا كويت، نتمنى لكم متابعه طيبه لبقية برامج تلفزيون دولة الكويت، مع السلامة.